قامت رجال الشرطة ببطولات خلدوا أسماءهم بذكرى عيد الشرطة وثورة يناير. أستاذ أحمد صباح الخير. صباحك سكر. صباح سكر. هنتكلم في إيه النهاردة؟ يعني إحنا هنتكلم في إجراءات قانون الخلع. إجراءات قانون الخلع. وهنتكلم في المشاكل الأسرية اللي بتحصل داخل البيوت المصرية. مين سبب فيها؟ هو السبب فيها هو عامل بيقوم بين عامل مشترك بين اتنين، بين الرجل والمرأة. على الرغم من ان الرجل بيقع عليه العتق الاكبر، بس عدم التفاهم بيؤدي في الاخر الى خلق هذه المشاكل. فلما نيجي ننظر لطبيعة عمل الرجل وتركيبته واجراءاته وازاي هو بيسعى وبيشتغل وبيقدم للأسرة الراحة، المفروض ان هو يرجع يلاقي ان في تفاهم، في راحة أسرية، في فيش راحة أسرية. لا هو فيه، بس عدم التفاهم مع ضغوط الحياة هي اللي بتأدي لكده. مين سبب المشاكل؟ احنا قلنا في الأول ان سبب المشاكل بيبقى عامل مشترك بين الرجل والمرأة. ما ينفعش ان انا اخلي المشكلة كلها على عاتق الرجل بس، ولا ينفع اخليها كلها على عاتق المرأة بس. بس هو في عامل مؤثر بينهم هما الاثنين، في حاجه مشتركه، في حاجه مفقوده في الحياه. من سرعه الحياه وسرعه العمل وسرعه الاجراءات اللي احنا فيها، فده بيخلق مشاكل. المشاكل دي بتؤدي الى ان الست بتلجا لقانون الخلع. وقانون الخلع دلوقتي المحاكم كلها بقت يعني مليانه قضايا خلع. لان قضايا الخلع بقت بالنسبه لهم اسهل قبل من الكورونا ولا بعد الكورونا؟ لا الكورونا كان في توقف كامل. الكورونا كان كله بيخلع. هو قبل الكورونا انت تروح اي محكمة اسرة دلوقتي هتلاقيها مليانة قضايا خلع ونفقات. فمع ان اجراءاتها المفروض تطول، بس بعض المحاكم في اجراءات بتخلص من 3 شهور لست شهور. فبنبتدي الاول. اغرب قضية خلع حضرتك شفتها؟ عصرتها ولا شفتها ولا رفعتها؟ تفرق. رفعتها. يعني قضية خلع بين اتنين كانت الحياة الزوجية لا تتجاوز الـ15 يوم. طب وايه السبب؟ ما هو للأسف ما فيش جواز صالونات؟ جواز صالونات، وللأسف يعني ما فيش أسباب محددة تقدري إن أنت تقوليها في دعوة الخلع. دعوة الخلع بقت عبارة عن، هي على الرغم إنها دعوة بتيسر للزوجة أو بتخلي الطلاق، بس ليها انتقادات زي ما ليها مميزات. فدعوى الخلع لما بتيجي تترفع بيعملوا مكتب تسويه. احنا دلوقتي هنتكلم ايه هي اجراءات دعوى الخلع. اجراءات دعوى الخلع. اجراءات دعوى الخلع. فدعوى الخلع اول حاجه القانون لما جه طبق دعوى الخلع طبقها عن طريق محكمه الاسره وعن طريق مكتب تسويه محكمه الاسره. مكتب تسويه محكمه الاسره بيدي نظام ان هو يحل الخلافات الزوجيه بين الراجل والمراه. مع ان مكتب محكمة الاسرة او مكتب التسوية اللي هو نزلوه في الشريعة اصلاح ذات البين بتطبقه بالظبط، بس الاجراءات بتاعته تعتبر اجراءات عقيمة شوية، لان هو اجراء ثانوي او اجراء روتيني او اجراء اولي بيتم عشان تحصل على المعلومات اللي يتم بها رفع الدعوة. فالاجراءات دي بتتم خلال 15 يوم. فعادة الطرفين ما بيروحوش، مجرد ما القضيه بتخش مكتب التسويه عشان تاخد رقم تاخد رقم، فما فيش الاصلاح ذات البين اللي بيحصل. ده اكتر سبب يخلي الست تخلع. الاهمال. الزوج يهملها. الاهمال بمعنى ماديا ولا معنويا ولا عاطفيا؟ هو ماديا يعتبر ده كل واحد حسب يعني حسب رزقه وحسب طبيعه عمله والكلام ده كله، لكن هنقول معنويا. تمام. هنقول اهمالها في الكلام. ماديا القاضي بيوافق. هو القاضي بيوافق على اي سبب خلع او اي دعوه خلع بترفع. يعني دعوه الخلع بس هي بتتنازل عن القايمه كلها؟ لا هي ما بتنازلش عن القايمه، هي بتنازل عن حقوقها الشرعيه. يعني بترد مقدم الصداق اللي هو المكتوب، عاده بيبقى جنيه المكتوب في القايمه، ده بيبقى اول اجراء بيتم. بتتنازل عن نفقه المتعه
ونفقة العدة ومؤخر الصداق. بالنسبة للقايمة دي بتبقى حق مالي مدني بترفعه، وعادة دلوقتي قايمة المنقولات بيبقى فيها بتكسروا فيها وبيبقى فيها ذهب، بيبقى فيها ذهب، فيها ذهب. الذهب في فتوى شرعية بالظبط، تمام، في فتوى شرعية نزلت قريب ان الذهب ما بيتكتبش في القايمة. لا هو حتى لو كتب في ملاصق للزوج، ملاصق للزوجة، ملاصق للزوج بالظبط، هو ده اللفظ حتى اللي لو خدوا منها بالظبط كده، هو ده اللفظ اللي حصل ان يعتبر الذهب ملاصق للزوجة، لان ده حاجة بتاعتها، حاجة شخصية بتاعتها. هو حتى ممكن ما يجيش، هو بيتكتب في القايمة كأمان، الشعب فاكر او الناس فاكرة ان ده بيأمنها. ايوه، عايزين نوضح للسادة المشاهدين النقطة دي، يعني هو كل واحدة فاكرة انها بتخلع، او كل واحد، كل راجل بصفة خاصة فاكر ان الست بتروح ترفع خلع ملهاش اي حق. لا، هي الحقوق، احنا هرجع ايه ده. النقطة اللي الست بتاخدها بالظبط، ايه اللي بتستفاد بيها؟ انا هرجع اقول لك دلوقتي ان هي بتتنازل عن مقدم الصداق و مؤخر الصداق، بترد المقدم، بترد المقدم وتاخد المؤخر، لا وتتنازل عن المؤخر، وتتنازل عن نفقة المتعة، وتتنازل عن نفقة العدة. لكن الحقوق اللي هي بتكتسبها بعد الخلع، بتكتسب قايمة المنقولات. قايمة المنقولات دي تعتبر زيها زي إيصال الأمانة. طب ما دي فيها صيني وفيها مش حاجات دي هوالك؟ في هوالك، مستهلكات، في مستهلكات، تمام. ما هو دي بترجع بقى استفاد ايه بقى؟ ما هي دي بترجع لتقدير المحكمة، وبترجع لتقدير خبير. الخلاط باظ، الراجل بيجيب غيره، تمام، ما دي حاجات مستهلكات، ما هي دي حاجات من المستهلكات. الشقة اتحرقت، هو ده العرف المتعارف عليه في عرف ده متعارف عليه في يعني في المجتمع، ان القايمة بتتكتب كده. يعني في ناس بتذكر حاجات كلها هوالك، بس هي خلاص كده بيتكتب بنفس النظام ده. طب بالنسبة لخلع الراجل، الراجل بقى لما يزهق ويخلعها يطلقها؟ لا، لما الراجل يطلقها هنا بقى الوضع بيختلف. يشتكي ايه الشكوى اللي حضرتك قابلتها الغريبة، ان الراجل هو اللي زهق. وهنرجع نقول برضك المعاملة، المعاملة وعدم التفاهم برضو. لكن الراجل ما مفيش راجل بيتفاهم مع ست، لا مفيش، نادرا. يعني حضرتك محامي نقد، كلها حضرتك تمام. محامي نقد صح، لحد دلوقتي احنا ما قلناش اجراءات الخلع، احنا ابتدينا بس في اول اجراء، وابتدينا ايه اللي ليها وايه اللي عليها وايه اللي ممكن ان هي تاخده وايه اللي ممكن تتنازل عنه، تمام. حضرتك محامي نقد صح؟ تمام. استاذه ماجده صباح الخير، محامي نقد زوجة حضرتك صح؟ تمام. حضرتك مضيت قايمة؟ مضيت قايمة بإرادتك؟ بإرادتي. مبسوط؟ طبعا مبسوط على القايمة ولا في الجواز؟ عشان انت عارف عشان انت على الاثنين عشان انت عارف هتعرف تطلع منها ازاي؟ لا مش هتطلع منها، لا بس ازاي؟ اكيد هي ظبطتك في القايمة. لا والله كانت قايمة عادية جدا، اتكتبت زيها زي اخواتها، ولما اتمضى عليها اتمضى عليها وانا قاعد في المكتب كمان، وانت قاعد في مكتب مضيت، وأنا يعني مش همك. الرجاله كلها بتخاف، انت مش خايف من حاجه خالص؟ لا، ما احنا بقى مش هنقول القانون. رجل قانون بيلعب بالقانون، القانون. مش هنقولها كده. ايوه تمام. لكن نرجع للنقطه اللي انت قلت لي، الراجل بيخلع، اقول لك لا، الراجل ما بيخلعش، الراجل في ايده ان هو يطلق، طلقها غيابي. هنا الوضع بيختلف تماما، تاخد كل حاجه، تاخد كل حاجه، يديها كل حاجه، بيديها بترفع، بس بترفع دعوى بيها. سمعت ان القايمه بيشتكوا بيها مرتين. هي مش مرتين، هي في بعض الزملاء بيرفعها، بتبقى بتاخد اجراءين، بتاخد طريق بالصوره وطريق بالاصل، جنحه مباشره وجنحه غير مباشره، فما بيشكيش بيها مرتين. أيه. هو بس لما بنروح نرفعها جنحه غير مباشره، عشان نوضح للساده المشاهدين، عشان الناس اللي فاهمه غلط، القايمه ما بنشتكيش بيها مرتين. هي بس بتبقى في طريقين، في طريقين اتفضل، هو الطريق الاولاني اللي هو جنحه غير مباشره، والطريق الثاني الجنحه المباشره. تمام. الجنحه غير المباشره اللي انا برجع فيها الى قسم الشرطه وبحرر بيها محضر، بيبقى الاصل معايا والصوره بياخدوها بيطلعوا عليها كالاصل وبتمشي اجراءاتها. الطريقه الثانيه اللي انا برفع بيها جنحه مباشره عن طريق النيابه العامه، وبختصم النيابه العامه بصفتها محرك الدعوه الجنائيه. تمام. ففي الحاله هم طريقين، مش برفعها مرتين، لان لا يجوز ان نرفع حاجه مرتين، عشان بتاخد حاجه عندنا في القانون اسمها سابقه الفصل فيها. سبق الفصل فيها، قد سبق الفصل فيها، زي المباني، زي اللي بيبني بلكونه، اللي بينزل سلم من بلكونه، نفس الكلام، نفس الكلام ونفس نفس الطريقه بالظبط. فبتاخد براءه في الاخر، لان يعني استفادش حاجه، اتحكم عليها. لا يجوز ان انا اعاقب شخص على فعل مرتين. طيب ماشي، لو الراجل عايز يجيب كل حاجه وما يمديش قايمه، مش عايز صيني مثلا عشان بيتكسر، وحماته جايبه له صيني ب 9000 جنيه،
دي برضك بيبقى انا هجيب وانا مش عايز اكل فيه، انا هجيب طبق ذهب واكل فيه. طب انا حر. دي بقى بيرجع للاتفاق اللي بيتم بين العرف والعرف اللي موجود في يعني في قريب انا قريت ان في قريه في اسوان بيرفضوا موضوع القايمه ده عشان بيبقى مكلف على عاتق الزوج، فمش عاوزين يبقى في نظام يكلفهم او حاجه، عاوزين ييسروا الامور، عاوزين نرجع لتيسير الامور. تمام يعني. تمام تمام تمام. اجراءات الخلع ما اتكلمناش فيها. هنتكلم في الاجراءات بتمشي ازاي لغايه ما تصدر الحكم. تمام. الاجراءات اول حاجه بتترفع التسويه في مكتب التسويه في محكمه الاسره، دي بتاخد 15 يوم بيختار بيها الزوج. بعد كده بنبتدي 15 يوم يختار بيه الزوج. يختار بيها الزوج. تمام. خلال ال 15 يوم عزل من العنوان بقى، راح في حته تاني. المفروض الزوجه هي اللي بتديله العنوان اللي هيتعين عليه، اخر عنوان هي عارفاه بيتعين عليه عشان الاجراءات تمشي سليمه. عزل دي بقى ما بي يعني المفروض الجواب بيرد او الكلام ده كله، ده ما بيبانش في الحته دي، بيبان قدام المحكمه. بعد كده بيبتدي المحامي يعمل صحيفه الدعوه. تبدا صحيفه الدعوه وتاخد المعلومات ان في تسويه اترفعت، الشكل بيكتمل، بيبتدي تاخد جلسه في المحكمه. ايوه. اول جلسه في المحكمه ده عموما انا بعملها. هم ثلاثه صح؟ هي في ثلاثه او اربعه حسب نظام الجلسات وحسب القاضي وحسب التاجيلات. ايوه. فاول حاجه بتتعمل يعني ده بعمله انا في اول جلسه على طول، ان انا باخد معايا الزوجه عشان تخش تتنازل عن جميع حقوقها وتمضي قدام القاضي، يعني يبقى طلاق على الابراء زي اللي بيتم قدام المأذون. أيوة. تمام. بنقدم مقدم الصداء، بتتنازل عن المؤخر، بتتنازل عن المتعه، بتتنازل عن العده. تتنازل عن المتعه، تتنازل عن العده، مؤخر الصداء، مؤخر الصداء، وترد مقدم الصداء. وترد مقدم الصداء ايا كان هو. ايا كان هو. طيب ممكن هو يسامحها في حاجه وهي تسامحه في حاجه ويتنازلوا البعض بينهم وبين بعض عشان يخلصوا. عادي ده. ما هو لو هيتم كده ما كانوش لجأوا للخلع، ما كانتش لجأت للمحكمه، يعني الموضوع لو يتحل بالطريقه الوديه ما كانش وصل للمحكمه. وكده هي القايمه ما بتاخدهاش، يبقى هي كده طلعت من مولد بلا حمص؟ لا، ما احنا متفقين ان القايمه ده حق مدني بره موضوع الخلع النهائي. ما المستهلكات. ما هو المستهلكات ده بترجع. ما هو ده بيرجع بقى ايه لمحاضر هو بيعملها، بترجع لشهاده الشهود، غير العفش. بترجع للقاضي الجنائي. الكلام ده بيرجع للقاضي الجنائي. القاضي الجنائي هو اللي بيعرف يقدر الموضوع ده، يعرف ايه اللي حصل. ما هو في مستهلكات، ما هو ما تجيبيش زواج تم شهرين زي زواج بقاله 20 سنه. تمام. يعني ال 20 سنه ممكن يكون مش غير العفش، عاوز يجدد. تمام. الحاجه اللي موجوده بقت احسن، مش هتبقى ممكن اقل. ممكن بعد 6 شهور احنا جبنا الاوضه دي كده ب 5000 جنيه، وبعد شويه لقيت معاه فلوس عجبتها اوضه ثانيه جابها لها ب 20000 جنيه. بالظبط. فهو هي يعني الاتفاق اللي بينهم والحاجه، الواحد بيحب يجدد للاحسن مش هيجدد للاقل. فما اجيش انا بقالي شهرين واجيب حاجه اقل قدام القاضي واطلب خبير والكلام ده كله، بيبقى الموضوع متعارف عليه. لكن لما باجي بقى بقالي 20 سنه متعارف عليه ان انا هجدد حاجه، يعني مش هسيب الحاجه بقالي 20 سنه، هجدد حاجه، هجدد اوضه، هجدد ثلاجه، اللي هي المنقولات اللي معروفه. تمام تمام. قمه المنقولات كامله. فبنيجي بعد كده بالنسبه لاجراءات الخلع، بنيجي القاضي بيطلب عرض صلح، وخصوصا لو في اطفال بيطلب عرض صلح مرتين. عرض صلح بين الطرفين، وبعدين بيوديها خبيرين دول مقيمين، خبيرين داخل المحكمه. تمام. المفروض الخبيرين دول بيقعدوا يصلحوا بين برضك الزوج والزوجه. كل الاجراءات دي اجراءات صلح زي اللي بتحصل في المجتمع بره، بس هو المجتمع فشل في اصلاحها، فالمحكمه بتحاول خلوها جوه تصلح. بيصدر في الجلسه الكام دي؟ الثانيه. تمام. يعني في اول جلسه بتتنازل، الجلسه الثانيه بيبقى فيها الخبيرين. تمام. بعد كده الخبيرين لما توصلوش لاي شيء بيودوا التقرير بيرفعوه للمحكمه. المحكمه برضك مش بتيأس في الموضوع ده، فبتدي عرض صلح للمره الثانيه، وبعد كده بتودي الموضوع كله لحكمين. بيبقى الحكمين دول لا من مشيخة الازهر، لا امين عام المحكمه. مشيخة الازهر او امين عام المحكمه بحيث ان هو يقدروا يفصل ويحس ان هو خلاص فصل نهائي. عملنا يعني كل اللي علينا، سواء في الازهر سواء هنا سواء هنا، بحيث ان هو يصدر التقرير بتاعه. بعد الخلع بقى ينفع يصالحوا ويرجعوا لبعض تاني؟ لان الخلع بيديها طلقه اولى بائنه. طلقه اولى بائنه، الا اذا بقى في عدد طلقات هي هم اللي اتحاسبوا عليها، ده شرع.
لكن الخلع ولو اول مره الخلع بيدي طلقه واحده، القاضي ينصب مكان الزوج وبيدي طلقه اولى بائنه خلعا، ده نص نص الحكم. الحكم ده بيصدر، بننتقل للمرحله اللي بعديها. الحكم ده بيتسجل ازاي؟ بحصل انا على قسيمه طلاق ازاي؟ مش هاخد حكم افضل ماشي في الشارع. تمام. بجيب من المحكمه بردك وانا باخد الصيغه التنفيذيه للخلع، باخد جواب موجه لمصلحه الاحوال المدنيه. تمام. بسلم مصلحة الأحوال المدنية التابعة ليها الإقامة، محل الإقامة. نسخة. الأصل، أصل الصيغة التنفيذية، وبتبتدي الإجراءات بيروحوا يسجلوها على الكمبيوتر، تدفع الرسوم والإجراءات بتروح على الكمبيوتر، تبتدي بعد 10 أيام 15 يوم تحصل على قسيمة الطلاق. خلاص بقت مميكنة، بقت موجودة على الحاسب الآلي، بتطلعها في أي وقت، ترجع لزوجها تتزوج، تاخد معاش، أي إجراء من الإجراءات ده بتتم خلاص. بس ممكن الزوجة تخلع لو هو مش موفر لها سكن إيجار؟ مش تمليك، طلبت منه تمليك، انا عايزه تمليك. ماشي، ما دي خلافات بقى زوجيه. دي خلافات زوجيه، بس ممكن تخلع. ممكن تخلع على اي سبب. على اي سبب؟ على اي سبب. والله. لان هي ما بتذكرش الاسباب الرئيسيه في الصحيفه. هي بتذكر ان هو في سوء معامله واستحاله العشره. فبناء عليه بتبتدي تلجا لاجراءات الخلع. لان هي شايفاها ان دي احسن واسهل وايسر من الطلاق. لان الطلاق ممكن يتم وممكن ما يتمش. الطلاق بياخد اجراءات في المحكمه والاستئناف. لو اتجوز بدون اذنها؟ ما هو اللي بيتجوز بدون اذنها ده ممكن تخلع برضك. تخلع حقها. حقها تخلع، لان المفروض المأذون يروح لها اختار ويعلنها. بالظبط. وخلاص. واليومين دول طبعا عشان حته اللي الزوجات اللي بيقول ده بيضربني، ده بيهني، ده بتاع، صدر او ايه اثباتها بالضرب بس؟ بيعملوا محضر في تقرير شرطة. بيعملوا محضر شرطه، محضر شرطه وتقرير طبي او شهاده شهود انه ضربها، او شهاده شهود لسوء المعامله. لكن لو جينا ليه هي بتلجا للخلع ما بتلجاش للطلاق مع ان الطلاق بيديها كل حقها؟ هنقول ان الطلاق ليه درجتين، اول درجه وتاني درجه. ممكن تكسب الطلاق في اول درجه وتخسره تاني درجه، معناها بتاخد كل حقها، بس بيبقى على المدى البعيد. والله يا استاذ احمد، السيره الطيبه ما يتركها الانسان في قلوب الاخرين. فهنطلع فاصل ونسمع تحيه لعيد الشرطه. ايوه، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. هذا العام ينطوي وبنقول بسم الله سنة سعيدة يا رب. الصباح النهاردة من القاهرة العاصمة المصرية الغراء، ومعنا اليوم صوت جميل من فنان جميل وجمهوره من المحيط إلى الخليج، الفنان سيد الصغير. صباح الخير يا أستاذ صباح سعيد. الفل يا أستاذة جيهان، عامل إيه؟ الحمد لله تمام. أنا سمعت عنك كتير وشفت اليوتيوبات بتاعك كتير جدا. ربنا يخليك. أنت إنسان موهوب وإن شاء الله ربنا يختار. كيف بدأت مشوارك الفني؟ عايز أعرف. ومن كم سنة؟ أنا بدأت مشواري من الإمارات ولا من مصر؟ لا، مصر طبعا. من صغري يعني، أنا بدأت الغنى من وأنا يعني طفل صغير كده، مثلا 10 سنين لقيت عندي الهواية. وبقالي دلوقتي كده 18 سنة بغني بالظبط. تمام. عمري يعني. تمام. بس وطبعا عندي الهوايه من صغري وبحبها، وطبعا جريت ليها على قد ما اقدر، وعلى قد ما اقدر ان انا اوصل للغنى، وتعبت دي وكده، وابتديت بقى ان انا يعني ادرس، وبعد كده ابتديت اشتغل في الفن ويبقى ليا جمهور، وعملت حفلات وحاجات، وسافرت برضو الامارات. عملت ايه في الامارات؟ سمعت ان انت غنيت خليجي رائع. خليجي ومصري. هتسمعنا ايه دلوقتي، مصري ولا خليجي؟ هنسمعك دلوقتي اغنيتي انا مش اي حد. مين اللي كاتبها؟ كاتبها استاذ حسن دنيا، حد برضو جميل معروف. استاذ حسن دنيا. اللي كاتبها استاذ عاطف صادق. عاطف صادق. من كام سنه؟ السنه اللي فاتت 2019. 2019. لسه عاملها كليب. واللحن بتاعها استاذ حسن دنيا، وموزعها استاذ طاهر حكيم. استاذ طاهر حكيم. استاذ فايز. حسن دنيا. واستاذ عاطف صادق. بيغنيها والاداء. الاداء زي الفل. استاذ سعد. سيد. الصغير. سيد الصغير. مش فضل. اي حد. اتفضل. مش اي حد. فعلا مش اي حد. اتفضل. صباح الفل عليك. صباح النور. اتفضل. هتقف ولا هتقعد؟ ما فيش مشكله اهو، على حسب الجو مع بعضينا اهو. ماشي.
ما تقف كده عشان نشوفك. ماشي. الساده المشاهدين يشوفوك وانت واقف كده بتبدع. احلى امر اوسكار طبعا، وبصبح على كل طبعا احلى صباح السكر احلى برنامج، بالصحه والجمال طبعا كل حبايبي كل سنه طيبين جميعا. مش اي حد يشرف قعدته ويملى مكانه، ولا اي حد تتسمع كلمته ويتقدر كلامه. الفرق بيننا كبير وواضح، وانا اللي جاي وانت اللي رايح. الفرق بيننا كبير وواضح، وانا اللي جاي وانت اللي رايح. وكلامي كله جديد وصابح، وكله عارف تمامه. بعد اذن الناس انا ليا كلمتين، والكلام للناس اللي عايشه بسمتين. بعد اذن الناس انا ليا كلمتين، والكلام للناس اللي عايشه بسنتين. مش بصاحب للمصالح ولا حساب في بنك فاتح، واللي جاي قد اللي رايح اي جدع انا خدامه. افتكر الكلام بقى واضح، وتعرف مين عايش ومالح، مين اللي جاي ومين اللي رايح، مين فينا اللي قد كلامه. مش بصاحب للمصالح ولا حساب في بنك فاتح، واللي جاي قد اللي رايح اي جدع انا خدامه. افتكر الكلام بقى واضح، وتعرف مين عايش ومالح، مين اللي جاي ومين اللي رايح، مين فينا اللي قد كلامه. والكلام للناس اللي عايشه بسمتين، بعد اذن الناس. اوي ايه احلى صباحك سكر واحلى الزجاج. ايه هلا اوسكار جامد. قبل ما تتكلم تستاذن بغيه دي الاصول، واما انا اسمح لك انا واذن تقول كلام معقول. قبل ما تتكلم تستاذن بغيه دي الاصول، واما انا اسمح لك انا واذن يوه. قبل ما تتكلم تستاذن بغيه دي الاصول، واما انا اسمح لك انا واذن تقول كلام معقول. انت عظمك لسه طري، وظهرك اتعرى وفدي، وبدل ما بيفتري يدي الكبير تمام. انت عظمك لسه طري، وظهرك اتعرى وفدي، وبدل ما بيفتري يدي الكبير تمام. مش بصاحب للمصالح
قدامه أفتكر الكلام بقى واضح وتعرف مين عايش ومالح مين اللي جاي ومين اللي رايح لا 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 مش بصاحب للمصالح ولا حساب في بنك فاتح واللي جاي قد اللي رايح أي جدع أنا خدامه أفتكر الكلام بقى واضح وتعرف مين عايش ومالح مين اللي جاي ومين اللي رايح مين فينا اللي قد كلامه والكلام للناس اللي عايشة بسنتين بعد إذن الناس أحلى صباحك سكر أبدعت والله تسلميلي أبدعت والله تسلميلي مين من أفراد أسرتك بيحب الغنى؟ من أفراد أسرتي أنت طلعت له؟ والله كان عندي عمي كان بيغني كان بيحب الغنى بيحب لكن ما كانش بيغني وعندي بقى دلوقتي بقى ابني بقى بيحب الغنى جدا يعني على طول بيغني اغنيتي مش اي حد ديت وانت عندك كام سنه اكتشفت ان انت صوتك حلو وبتغني ودي موهبه عندي مثلا 10 سنين كده 10 سنين وقدرت تميز وتحدد ولا الوالد والوالده ابتديت بقى اميز ان انا صوتي يعني ايه ابتديت تسمع سماعي الاول بتسمع وبتركز سمعت بقى كنت بحب اسمع يعني في بدايه الاغنيه كنت بحب اسمع ومين اللي اكتشف صوتك اللي اكتشف صوتي كانوا اهلي بصراحه يعني الحاجه والحاج والدتي ربنا يخليهم واهلي وكده كانوا بيسمعوا صوتي وعيلتي من الشرقيه برضو كانوا بيحبوا يسمعوني جدا والله دول عزمتوا القطر بقى والكلام ايوه كده بالظبط مين هو مطربك المفضل مطربي المفضل يعني انا بحب طارق الشيخ بحب اغني له طب تسمعني ايه لطارق الشيخ محضر حاجة؟ محضر حاجة محضر ايه؟ اسمعك حاجة اسمها كان نفسي بس كلها حزيني كده واحنا اتكلمنا في قايمة وخراب عايزين حاجة تفرح يعني حاجة تطر القعدة طبعا انا اقول حاجة اسمها كان نفسي اقول لك حاجة جميلة كده معنا اتصال الو الو ايوه صباح الخير صباح الفل استاذة جيهان وبرنامج جميل قوي وموفق ان شاء الله ميرسي معاكي باسم الشعراني اهلا وسهلا استاذ باسم ازيك كل سنه وانت طيب وانت طيبه كل سنه وانت طيب عيد ميلادك كان اول امبارح وما عزمتنيش وانت طيبه كل سنه وانت طيب بعاتبك على الهوا والله انا بتصل بيكي البرنامج يعني جميل جدا والفنان سيد يعني الفنان سيد سيد بس واستاذ احمد والخلع ولا انت الشائم لسه داخل على طريقه هو طبعا ولا ما مشيتش على الطريق ده لسه انا لسه ما اتجوزتش عشان اخلع ما مشيتش على الطريق لسه مشيتش على الطريق ها لا صراحه يعني سيد صوته جميل قوي وربنا يوفقكم يا رب وبرنامج جميل وصباحك سكر صباحك زي اسم البرنامج صباحك سكر صباحك زلع اشكرك يا باسم ميرسي مع السلامه اتفضل سمعنا ايه طارق الشيخ نسمعك طارق الشيخ حاجه كده طب اتفضل اتفضل بس انا نفسي تغني وانت واقف انت مش عارف تقف ليه انا لا عادي متعرفش تقف لا طبعا ازاي اهو طيب. وقفت اهو انت كاجوال كده خالص يلا ايوه ايوه طبعا انا بحيي طبعا صباح السكر احلى برنامج واحلى طبعا استاذ شهاب واحلى استاذ احمد طبعا الكباء الجميل العالي منور الحلقه واحلى طبعا قصد التصوير كل اخواتي طبعا بحييهم تحيه كبيره وصباح الفل على كل الناس اللي شايفيني وكل سنه وانتم طيبين ويا رب السنه ديت تبقى احسن من اللي فاتت وايام جميله علينا ان شاء الله حبايبي اللي شايفيني كان نفسي اقول لك ضمني يا حب عمري وحشتني واقول اقرب الاقي شيء عنك بعيد بيشدني كان نفسي اقول لك ضمني يا حب عمري وحشتني واقول اقرب الاقي شيء عنك بعيد بيشدني كلمة بحبك شلتها ليوم ما تيجي وقتها نويت اقولها وجيت اقول لقيتني خايف منها كلمة بحبك شلتها ليوم ما تيجي وقتها نويت اقولها وجيت اقول لقيتني خايف منها
صعبت الكلمة على لساني مش قادر أقولها لك تاني، مع إني حاولت لكن عيني ودموع بعدك حيشاني. مسير الأيام هترجعنا وتكمل غربة وأوجعنا، والباقي ما بيننا يودعنا وانساك وتحاول. طب نسمع سقفة حلوة كده يلا هو. عذاب البعض اللي انا عشته والشوق اللي سهر لك ياما اتاري قلبي يجيب سيرته، من جرحي ومن اللي انا شفته وعذاب البعض اللي انا عشته والشوق اللي سهر لك ياما اتاري قلبي يجيب سيرته. انا عايزك افتح لك حضني واندغلك من اشواق خدني، بحاول لكن مش عارف والخوف جوايا الخوف جوايا ما قيدني. انا عايزك افتح لك حبي واندغلك من احسن خدني، بحاول لكن مش عارف والخوف جوايا الخوف جوايا ما قيدني. صعبت الكلمة على لساني مش قادر اقولها لك تاني، مع اني حاولت لكن عيني ودموع عبادك حيشاني. مسير الايام هترجعنا وتكمل غربة واوجعنا، والباقي ما بيننا يودعنا وانساك وتحاول تنساني. كان نفسي اقولك ضمني يا حب عمري وحشتني، واقول اقرب الاقي شيء عنك بعيد بيشدني. كان نفسي اقولك صباح الفل عليك. صباحك سكر، صباح ابدعت، الله يخليك، هايل، تسلمي، جميل. من المحيط الى الخليج، الى الخليج. تسمعنا ايه؟ خليجي. خليجي يعني انا سمعك حاجه لمحمد عبده. الله عليك. اه انا بحب محمد عبده. الله عليك. عيني. اتفضل. نطلع فاصل ترتاح ولا تشتغل على طول؟ لا عادي. تمام تمام. يا منى روحي وقلبي دعي التداري في اشتياقي، زحمة حولي ومني لاقي وقت وفرصة للتلاقي. يا منى روحي وقلبي تعب تداري في اشتياقي، زحمة حولي ومني لاقي وقت وفرصة للتلاقي. والله واحشني زمانك جلستك حضنك حنانك، والله واحشني زمانك جلستك حضنك حنانك، حطني جوا بعيونك شوفي بيا الدنيا كيف،
حطني 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 جوا بعيوني. أيوة حطني جوا بعيونك شوفي بيا الدنيا كيف أحلى من شوقي وجنونك لما جيلك يوم دين. حطني جوا بعيونك شوفي بيا الدنيا كيف أحلى من شوقي وجنونك لما جيلك يوم دين. والله واحشني زمانك جلستك حضنك حنانك. والله واحشني زمانك جلستك حضنك حنانك. حطني جوا بعيونك شوفي بيا الدنيا كيف. حطني 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 جوا بعيوني عشو. أيوة إيه تمام كده ولا ايه؟ خليك جامد احلى استاذ. ودي اشيلك واسافر واترك العالم وهاجر حتى تعرف لاجل عينك قد ايه اكتر خاطر. ودي اشيلك واسافر واترك العالم وهاجر حتى تعرف لاجل عينك قد ايه اكتر خاطر. والله واحشني زمانك جلستك حضنك حنانك. والله واحشني زمانك جلستك حضنك حنانك. حطني جوا بعيونك شوفي بيا الدنيا كيف. حطني 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 جوا عشو. هوب ايوه يا منى روحي وقلبي دعم تداري في اشتياقي زحمة حولي ومني لاقي وقت فرصة للتلاقي. يا منى روحي وقلبي تعب تداري في اشتياقي زحمة حولي ومني لاقي وقت فرصة للتلاقي. والله واحشني زمانك جلستك حضنك حنانك. والله واحشني زمانك جلستك حضنك حنانك. حطني جوا بعيونك شوفي بيا الدنيا كيف. حطني 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 جوا بعيونك. حطني جوا بعيونك شوفي بيا الدنيا كيف أحلى من شوقي وجنونك لما جيلك يوم دين. والله واحشني زمانك جلستك حضنك حنانك. والله واحشني زمانك جلستك حضنك حنانك. حطني جوا بعيونك شوفي بيا الدنيا كيف. حطني 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 جوا بعيونك. سلميلي الله عليك الابداع ده. ربنا يخليك. ابداع في الخليجي. ما انا قلت من المحيط الى الخليج ما قلتش حاجه غلط. انا حفظت اصلا الخليجي يعني. انا اصلا بتحب الخليجي؟ لا لا بس انت تمام في الخليج. قبل ما اسافر الامارات كنت يعني ايه كان يعني رحت الامارات فعلا. رحت الامارات تمام عشان انت انكرت اول البرنامج. لا لا ايوه لا رحت طبعا. الامارات لا رحت الامارات مره قبل كده كنت شغال هناك في اوتيل كبير برضو في الهيلتون واشتغلت حفله كده فتره صغيره والحمد لله انا شرفت نفسي وشرفت بلدي وناس كانوا سعداء بيا جدا هناك كانوا بيحبوني. استاذ عمرو اوسكار كان معاك انا شايفاكم مندمجين مع بعض. عمرو اخويا وبنشتغل مع بعض كتير وعشره قديمه. وعمرو ابن السيده زينب يا جماعه. السيده زينب ايوه احسن يعني ناس. احسن ناس السيده زينب وفيصل إن... والشرقيه. انت من الشرقيه انتوا عزمتوا القطر. ايوه عزمنا. استاذ احمد بقى المنطقه ولا القانون؟ قانون. لا من مصر قديمه. مصر قديمه احسن ناس. تحيه جامعه القاهره. جامعه عمرو. جامعه القاهره برضه صح؟ جامعه القاهره. طب والله بقولها باي لك
شرفتونا واسعدتونا. ربنا يخليك. هتسمعنا ايه تاني؟ حاجه كوبليه قصير كده ننهي بيه الحلقه. حلقتنا النهارده حاجه الصبح بقى، بلاش حاجه حزيني، احنا تعبنا بقى يعني. انت عمال تقول يحضنها ما يحضنهاش، وليه عايزه تخلع والدنيا بايظه وخربانه، وعمال عمال تلطف. تمام. كوبليه كوبليه بس وننهي الحلقه. تمام. اديني مشيت. اديني مشيت. ايه رايك؟ اديني مشيت. ماشي بالموال. ما هي مشيت خلاص. ايه رايك ولا بلاش؟ لا اديني مشيت. هي كده كده مشيت خلاص. اللي انت عايزه. خلاص. ماشي عشان معناش وقت. اتفضل. ايوه. احلى برنامج طبعا النهارده معاك يا استاذ جيهان واستاذ احمد طبعا من اول الحلقه. احلى قصه التصوير كله. احلى قانون. واحلى قانون طبعا في الدنيا. ايوه عشان يخلعوك ان شاء الله. فرحان قوي هتروح تتخلع دلوقتي. عمرو اوسكار طبعا جميل طبعا. وانا طبعا بحيي كل اللي شايفيني واهلي في الشرقيه وفي مصر وكل الناس حبايبنا. خلاص عشان ننهي الحلقه. يعني ابدا. لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت وبقى افتكرني واحكي عني مهما كنت نسيت وخليني ذكرى جميلة عندك وعتنسى زمان خليني ذكرى جميلة عندك اوعى تنسى زمان خلي الفراق اجمل فراق في دنيتي العاشقين وان حد سالك عني قوله كنا اوفى اتنين وان كان حبيبي وكان هوايا وعشرة لي غسلين خلي الفراق أجمل فراق في دنيتي العشقين وإن حد سألك عني قول له كنا أوفى اتنين وإن كان حبيبي وكان هوايا وعشرة لي غسلين اديني مشيت ويبقى بحقي لو تاني جيت تعد شويه وتهزيت لكني دي اديني مشيت ويبقى بحقي لو تاني جيت تعد شويه وتهديت لكني دي اديني مشيت وانا استعوضت ربنا فيه وليه الحل اللي كان يرضيك انا اضطريت حياتك عايشة على راحتك اديني مني ريحتك وعدنا اللي احنا واخدينا انا بحلك خلاص لنا حياتك عايشة على راحتك اديني مني ريحتك وعدنا اللي احنا واخدينا انا بحلك خلاص منا خلاص منا اي لا 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 ايوه لا 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 أنا مسامحك على سنين حلوة ضاعوا معاك ما كانش بنيتي أنساك لكن هنساك أنا مسامحك على سنين حلوة ضاعوا معاك ما كانش بنيتي انساك لكن هنساك انا مسامحك ومش عايزك تحس بخوف حياتنا اديني بالمعروف نغيتها معاك حياتك عايشة على راحتك واديني مني ريحتك وعدنا اللي احنا واخدينا انا بحلك خلاص حياتك عايشة على راحتك واديني مني ريحتك
وعدنا اللي احنا واخدينا. انا بحل خلاص منا خلاص منا خلاص منا. شكرا شكرا بشكركم استاذ عمرو استاذ احمد استاذ سيد صغير بشكرك. الحياه قاسيه ولكن تلينها الاخوه والصداقه والمحبه والفن. وانتظرونا في حلقه جديده برنامجكم صباحك سكر الصحه والجمال. قناه الصحه والجمال تحييكم. صباحك سكر صباحك سكر وصباحكم كلكم سكر. صباح الفل على كل شايفنا وصباح الفل صباح الجمال. We'll be right back.